ننتظر هذه الوجبات بفارغ الصبر مع بداية الحصة الثانية عندما كنا طلاب في المدارس. هذه الوجبات قدمت دعما للطلاب عام 1391 وتوقفت عام 1400 على اختلاف بين مناطق المملكة. هذه الوجبات كانت تصنع في أوروبا، في ألمانيا، في أسبانيا، في فرنسا، في عدة دول أوروبية. وجبات عالمية، وجبات شعبية. تخيل عندنا، قرب 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 قرب، تخيل مرقوق، الله، مرقوق عصيدة، وجبات هنا الشوكولاتة، هنا مثلا مكسرات، عصيدة، شوربة، دجاج، عصائر. طبعا كانت الوجبة يوميا داخل بوكس بهذا الشكل، كرتون، كل يوم وجبة مختلفة. والله كانوا مدلعيننا وكانوا مكرميننا، وكان الجو الأسري في تناول الوجبة شيء لا يوصف.